حلقة وكنت ودي أعلق في الموضوع، ولكن أجلناها إلى الآن إلى اليوم. عنترة بن شداد كان جالس في مجلس في صيوان مع فرسان العرب، نعم، وعنترة معروف، نعم. فسألوا عنترة، قال يا عنترة بما غلبت العرب؟ أنت غلبت العرب بويش؟ ما قال بالشجاع، لأن فيه من هو أشجع منه. قال غلبتهم بالصبر. الله، الصبر، الصبر هذه قيمة عظيمة. فكان أحد الفرسان موجود، قال كيف تقول غلبتهم في الصبر وأنا أصبر منك؟ قال إذن خلنا ضع تحدي بسيط بيني وبينك في هذا المجلس، هل تقبل التحدي؟ قال نعم أقبل التحدي. والتحدي ما هو يا إخوان؟ يقول عطني إصبعك وبعض، وبعطيك إصبعي وعض، ونشوف من يصبر ويتحمل. أنتم تعرفون الأسنان ما هي مثل الأسنان الآن، أسنان على مستوى. فأخذ الرجل أصبع عنتر بن شداد، وعنتر أخذ أصبع هذا الرجل، وكل شخص عض الآخر، فكل واحد يضغط، إلى أن قال الفارس أح، فانفكوا. قال والله لو لم تقولها لا أقولها. الله، فمن الذي انتصر الآن؟ عنترة. قال بهمة تخرج ماء الصفا، يا سلام، وعزمة ما شابها قول آح، حلفت أن أوردها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتى نال المنى فاشتفى، أو فارس زار الردى فاستراح. فالصبر قيمة عظيمة يا أخوان. كثير من الشباب نشوف، نحن وأنتم رأيتموهم يقوموا في مشاريع، يعملون مشاريع، ولكن ما أن يبدأ حتى يسكر، يستعجل. نعم، ليه يا أخي؟ قال والله ما شفت فيها، مستعجل. ما شفت فيها فائدة. والله لو صبر لرأى الثمرة، لظفر. وطلاب كثير يدخلون تخصصات، نحن نعلم أنه دخل في الطب على سبيل المثال، في آخر السنة ها بشر، قال والله غيرت المجال. ليه؟ قال والله صعب، ما صبر. نعم، فالصبر قيمة عظيمة مطلوبة منا نحن، أن نصبر على أنفسنا ونصبر على أبنائنا وعلى أزواجنا وعلى من حولنا حتى نصل إلى ما نصبو إليه. السلام عليك. فهذا ما لدي بعجالة يا أبو عبد الله. الله يجزاك خير، مساعد على طاري قصة عنترة.